شكرا لزميل سالم بن علي الحبسي الحقيقة على هذا التألق الجميل في الشوط المتميز ومهمة مهمة 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 حققت الإنجاز. وناموس الشوط الثامن لسعيد بن نابت بن خيلة العامري، تهانينا تهانينا أيضا. وهناك طبعا الميكروفون في هذه اللحظات أنقله مع انطلاقة الشوط التاسع إلى الزميل متعب بن جبرين الشمري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تواصل معكم من جديد وأحييكم بأجمل وأطيب تحية بتحية الإسلام الخالدة دائما، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من وقع التراث والأصالة من ميدان السوان لسباقات الهدنة العربية الأصيلة في إمارة رأس الخيمة مع انطلاقة ختامي السوان 23 بهذا الانطلاق الجميل وهذا التحدي المثير الذي استقطب هذه الشعارات وهذه الأسماء القادمة من ميادين الدولة ومن ميادين الدول لمجلس التعاون. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شوطنا التاسع انطلق قبل لحظات قليلة، والمخصص القعدان المحليات الأصائل للسن الأجذاع والمسافة 6 كيلومتر رحلتي وانطلاقتي هذا التحدي وهذا المسار الجميل. أتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. نتابع البداية، نتابع الصدارة، سراب مع المركز الأول تسرب منذ بداية هذا الانطلاق، والمملوك السلطان بن عبيد بن حمد الاشتبي على المركز الأول. المركز الثاني مباشرة الريع متواجد، والمملوك لتركي بن عوض الله بن غلاب الصويط الصواط على المركز الثاني، يقدم هذا الاسم على المركز الثاني. المركز الثالث الكاسبي متواجد، خليفة بن محمد الخوار النعيمي متواجد، الخوار على ظهر الكاسبي قادم من ميدان التل المشاركة بهذا المهرجان وبهذا التحدي الجميل. المركز الرابع مباشرة متواجد الصوغان راشد بن مطر بن حمد الكيبالي على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شاهين قادم في هذه اللحظات، والمملوك لعلي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي على المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر رعد متواجد مع شعار العفاري حمد بن سعيد بن حارب العفاري على المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر الله 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 شعار الرموز قادم، شعار الرموز في هذه اللحظات مع سلود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الثامن. المركز السابع عفوا المركز الثامن. انتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مياس قادم محمد بن مطر بن سعيد الدرعي مع مياس على المركز الثامن. المركز التاسع اشوف القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من مسكت مصبح بن سيف بن كاسب المسافر على المركز التاسع. المركز العاشر ظبيان قادم في هذه اللحظات، ناصر بن سالم بن سعيد بن حلوكة المركز العاشر. واكتب النداء الاول لرحلتي وانطلاقتي هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير بتواجد هذه الاسماء وهذه الشعارات العملاقة التي لا صولات وجولات بهذا العالم الساحر عالم الأصالة والتراث. توجد اسماء خلف المراكز العشرة التي ذعنا عليكم وعلى مسامعكم، ترقبوها في الكيلو الأخير، الكيلو المثير، كيلو المفاجآت. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول، ولا زال سراب مشاهدينا متابعينا الأعزاء حتى هذه اللحظات يرقص على مقدمتي هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. سلطان بن عبيد بن حمد الاشتبي يقدم هذا الاسم على رأس حربة هذا المسار وهذا التحدي الجميل. المركز الثاني صوغان قادم في هذه اللحظات، شعار الكيبالي قادم مع صوغان
يحاولون رائد بن مطر بن حمد الكيبالي على المركز الثاني، المركز الثالث وصل بن رشيد في هذه اللحظات مع سلهود سعيد بن خليفة. بن رشيد السويدي قادم بقوة، هذا الشعار عينه على المقدمة، انتقل من مركز إلى مركز وهو الآن بالمركز الثالث، المركز الرابع انتقل مباشرة وأجد شعار الصواط متواجد مع الريع على المركز الثالث على المركز الرابع، تركي بن عوض الله بين اغلاب الصواط على المركز الرابع، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء شاهين قادم علي بن سعيد بن رايد بن سعيد النعيمي على المركز الخامس، هذه الخماسيه الجميله مشاهدينا متابعينا الاعزاء المسيطره على مقدمه هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. يا سلام بتواجد خمسه عمالقه، خمسه اسماء عمالقه بهذا المسار الجميل وهذا التحدي المثير. أعود مع المقدمة، أعود مع بن رشيد، اقتنص المركز الأول دائما حوايد هذا الشعار لا يقبل إلا بالصدارة إلا بالمقدمة الأولى. سلهود يا سلهود عاشق سلالة الشاهين، بن رشيد متواجد على رأس حربة هذا المسار يقدم هذا الاسم كما قدم الأسماء التي سبقت في المهرجانات وبجميع المحافل التراثية، يقدم سلهود في هذه اللحظات سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي المتواجد والمتابع لانطلاقة سلود على المركز الأول، المركز الثاني الريع قادم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تركي بن عبد الله بن غلاب الصواط على المركز الثاني ولكن ينخطف المركز الثاني في هذه اللحظات من سراب من الجانب الآخر، سلطان بن عبيد بن حمد الاستبع على المركز الثاني، انتقال انتقالة جميلة، المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الاعزاء الريع متواجد، تركي بن عوض الله بغلاب الصواط على المركز الثالث، المركز الرابع الله 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 شعار الكيبالي متواجد في هذه اللحظات مع صغار رائد المطر بن حمد الكيبالي على المركز الرابع، المركز الخامس يا سلام من الجانب الاخر متواجد الشاهين علي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي على المركز الخامس، هذه هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للمراكز الخمسة الأولى المتواجدة على مقدمة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول ومع صدارة هذا المسار وهذا التحدي الجميل، لا زال بن رشيد كعوائده دائما مسيطر مع المقدمة، مسيطر مع المركز الأول، بسم الله ما شاء الله على هذا الإبداع الجميل الذي يقدمه بن رشيد بهذا الصباح الجميل والمثير بعيد عن بقية المراكز، كل البعد شعار بن رشيد، سلهود يا سلهود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المقدمة مع الإبداع الأول بكل قوة وإثارة وتميز وإبداعا مع الصدارة الأولى، المركز الثاني القادم أجمل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء على المركز الثاني، بسم الله ما شاء الله مياس قادم محمد المطر بن سعيد الدرعي على المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الآخر شعار الخاطر قادم مع شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد الحسين الخاطر على المركز الثالث، هذه النتيجة أعود مع شعار بن رشيد، أعود مع بن رشيد لا زال مسيطر مع سلهود يا سلهود مع المقدمة مع المركز الأول قادر هذه الكوكبة قادر هذه المسيرة، سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي 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 الكيل الأخير الكيل المثير دائما لدى الملاك ولدى المضمرين، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات، يا سلام حرك اللي بتحرك وروح اللي تبي تروح واللي يبي يروح يجمع بن رشيد، ولكن بن رشيد بن رشيد يا سلام أصدر التعليمات أصدر الأوامر الله الله الله، سلهود يا سلهود لا يقبل من الهزيمة لا يقبل من المركز الأول كعوائد هذا الشعار دائما دائما صاحب النواميس صاحب الرموز بجميع المشاركات، سلام يا جبير السلام وسلام إلى دبي دانت الدنيا وإلى جميرة وجميع شواطئها وإلى مالك هذا الشعار العملاق دائما بجميع المشاركات، سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تهانينا تهانينا، لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس يستاهل والف مبروك. المركز الثاني كان وصول مياس محمد بن طبر سعيد الدرعي، المركز الثالث كان وصول شاهين علي بن سعيد بن رايد بن سعيد النعيمي، المركز الثالث الرابع عفوا كان وصول ريع تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط، المركز الخامس
هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. أعود بتهاني وناموس من جديد لمالك سالهود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي وتهاني وناموس والسلام لمالك سالهود. ننتظر التوقيت الزمني. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء 9 دقائق. بالتأكيد 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء 30 ثانية 12 جزء من الثانية. تهاني وناموس مالك سالهود السعيد بن خليفة بن رشيد السويدي والسلام يا جميل السلام. وفي هذه اللحظات يحل الميكروفون للزميل محمد غانم مصطفى فله الكلمة. مشاهدينا الكرام